المكان مدينة زليتن، والحدث انتشار مرض اللاشمانيا. خبراء الصحة هنا أكدوا ظهور حالات إصابة متزايدة في المدينة التي تبعد مسافة 150 كيلومترا شرق طرابلس، لتحتل مكانة مقلقة في المؤشرات الوبائية في ليبيا. تقريبا الإحصائيات المبدئية سجلنا 350 حالة، طبعا من مناطق مختلفة من زليتن وخارج زليتن، لكن معظم الحالات كانت من داخل مدينة زليتن. الحالات في العادة تكون تقرحات في أماكن المعرضة من الجسم أو المعرضة للسع، نقصد بتكون في الوجه أو في اليدين أو في الساعدين أو في الأقدام. هذا التطور يعد خطيرا بحسب العاملين في المجال الصحي، خاصة مع اتساع رقعة هذا المرض نتيجة لانتقاله من الأرياف إلى المدن الكبيرة، ما يؤكد وجود تراجع على مستوى خطط محاربته من قبل وزارة الصحة. طبعا تبنى الموضوع مكتب الصحة به في برنامج المكافحة عن طريق دعم البلدية، ولكن طبعا الموضوع موضوع دولة وليس حتى التكلفة باهظة، فمشروع دولة. وزارة الصحة تم إحالة لها تقرير، ما فيش حتى هذه الساعة من 2017 ما فيش أي دعم لهذا المشروع. نحن عدينا برنامج مع المكتب الصحي ودات خدمات الصحية في إعداد مطويات، وتم زيارة المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق المبوعة. كذلك استفدنا من برنامج الخطابة داخل المساجد بتوعية الناس، لأن بحكم أن الجمعة جالبة لجميع المواطنين من جميع الفئات. تطور آخر على صعيد مكافحة اللاشمانيا، فمركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة أدوية مخصصة لعلاج المرض بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ما يعني توقع المزيد من الإصابات في مدن أخرى وارتفاع أعداد المرضى لقلة الأدوية اللازمة.